انا مع اكبر متعهد حفلات ديال دي الاعراس في الخليج اللي هو الاستاذ راشد السعيد أه... طلعت معه اول حفل الحمد لله من بعد اول حفل ولا يعني طلب عليا بكل تواضع يعني أه... الناس ولاو حابين انني نحيي الاعراس ديالهم والحمد لله يعني بكل تواضع مره اخرى يعني صرت مطلوبه وليت مطلوبه بزاف في الاعراس في الخليج والحمد لله يعني هذه من محبه الناس وكيف ما قلت الواحد الا جاه الرزق راه ما غاديش يقول عليه لا وهذا غير من الخير شوف انا ماشي من دوك اللي غيبدا يقول لك انا اعلى اجرا وانا نانا المهم مهم اللي غنقول لك هو انا مطلوبه في الاعراس باش غادي نقول لك الاجر ما نقدرش نقول مهم انا الحمد لله مطلوبه في الاعراس ومن اكثر الفنانات اللي مطلوبه في الخليج باش غنبدا نتباها ونقول لك شحال كناخذ ما غاديش نقول <applause> الا بالترتيب نعطيهم لك بالترتيب يعني آه انا كنهضر كحف كاعراس كحفلات ما غنهضرش لك كاعمال كحفلات اول حاجه كاينه الفنانه احلام ثاني حاجه ثاني فنانه بلقيس تالت حاجه الفنانه الكبيره اسماء منور رابع حاجه رقيه ماغه خامس حاجه او خامس فنانه يسرى سعوف ومن بعد كيجوا الفنانات تاني انا انا من ناحيتي ما كاين والو ما والو عمره غادي يكون آه واخا دابا هاد هاد الانترفيو مختص ليا انا من ما دخلتوا ليا ناس اخرين وفنانات تانيين على راس العين يعني نجاوب دام انكم سولتوني غادي نجاوب ما هي <applause> ما ما كاين شي مشكل انا ما عندي حتى شي مشكل مع ح... مع اي فنانه وكلتها قبل انا كنحترم الفنانات اللي قبل مني واخا غير بيوم كنحتارمهم واخا تكون صغيره وقبل مني غادي نحتارمها أه ما عندي تشي مشكل انا ما <applause> عرفتش غادي نقول لك رغم انهم يعني في السوشيال ميديا كانوا حابين انهم يطلعوني بانني انا اللي غلطانه وانا اللي يعني كنت سباقه للمشاكل مي انا كنقول انني ما كاينه حتى شي حاجه أه وانا كنحترم بنات بلادي اولا قبل ما يكونوا فلانات كنحترم بنات بلاد بلادي أه وما ما عندي شي مشكل مع اي احد ولا كان شي واحد عنده معايا مشكل فانا بعيده اهم حاجه اني نطلع قدام الناس وقدام راسي ما عندي مشكل مع شي حد <applause>